التشكيلات ديال الشوشه كيجيو غزالين وروعه صراحه. فما يمكنش حنا كنخدمو التقليدي وكنوجدو جلبات وكنوجدو بزاف الحوايج بالتقليدي وما نوجدوش الشوشه اللي سهله واروع. بقاو حتى لاخر الفيديو غادي نوريكم دعنو الشوشه بادق التفاصيل. فما تنساونيش بلي لايك والتشجيعات ديالكم. بقاو حتى لاخر. السلام عليكم صديقتي، مرحبا بكم في قناه ام عبد الرحمن لتعليم الكروشيه. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم ربي على الفيديو ان شاء الله باحسن حال. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الحاجه غزاله وهي الشوشه اللي كنحتاجوها من التقليدي للجلبات ديالنا وبزاف ديال الحوايج من غير التقليدي. فهاد الشوشه هذه طلبوها مني بزاف ديال الاخوات، طلبوها لي فلاشين ديالي، طلبوها لي في الفيسبوك. فاليوم ان شاء الله غادي نلبي دعوه الاخوات كاملين باش يبقى كلشي ان شاء الله على خاطرو. اللي غادي نحتاجو لهاد الشوشه كما كتشوفوا غادي نحتاجو الحرير. دائما انا كنحتاج الحرير بالطرز الممتاز، هذه هي النوعيه اللي كنستعمل. ممكن الحرير القصبه حتى هو انا عيك اختيار، يعني انا اللي كنخدم به كثر هو الحرير الطرز، ولكن حتى الحرير القصبه راه خدام باش نعملو به الشوشه. غادي نحتاجو كرتونه، فالكرتونات كنتوجدو في اي مطعنه في المنزل ديالنا اولا حتى ديك الكريطنات، يعني كمعلومه حتى ديك الكريطنات ديال الاتاي اللي كيجيو مربعين حتى هما تقدروا نحتاجوهم، واي حاجه تكون مقوى يعني بحال اوراق مقوى. غادي نحتاجو فيها في العرض الطول ديالها 8 ديال السنتيم، 8 ديال السنتيم. اما العرض فغادي نحتاجو غير اللي غادي نقدروا نقطو فيه ونتحكموا فيه بيدنا. نبداو على بركه الله في الطريقه. وقبل ما نبدا كنطلب منكم لي لايك للفيديو والتعاليق الجميله دائما ما تنساوش، وبقاو حتى لاخر الفيديو باش تدعموا الفائده وبارطاجيو مع الاهل والاحباب. نبداو على بركه الله. بسم الله، اول حاجه غنبداو نلفو الحرير هكذا، غنقطو نتحكمو فيه بيدنا ونبداو نلفو على هاد الكرتونه ولا الاوراق المقوى ديالنا اللي عندنا متواجد في البيت ديالنا دائما بدون تكلفه. ملي نشوفو شي حاجه اللي غتجينا اولا تكلف علينا فغنقضيو باللي عندنا ونكتفيو به. غادي نبداو نلفو الحرير على هاد الكرتونه هادي كتشوفوا واه كيعواج ولا كيجي مايل، فاحنا معنا الغرض هو نلفو على هاد المربع هذا ولا هاد المستطيل. انا باش يعني باش محكماش فيه دابا لانني باش نصوركم بارط الكاميرا. مهم الفكره وصلت، غادي نلفوه على الكرتونه ديالنا القياس اللي بغينا. غادي نلفوه وناخذ واحد القدر منه. ملي كنلفو الحرير وكنساليوه على هاد الكرتونه ديالنا غادي نجمعوه بهاد الطريقه هادي وغادي نقطعوه بالمقص. غنحصو على هاد الخيوط هادي اللي مجموعه وغادي نوجدو دابا الحرير اللي غادي نخدمو به. اول حاجه نخدمو الحرير على 3 او على 4، من الاحسن يكون على 3 يعني من فوق، يعني ما نعملوش عيب واحد الخيط لا ما غاديش يخدم لنا. كنلفو الحرير كنهزو على يدنا وغادي نبداو نخدمو باحكام حيت هو ضروري يتفك شي شويه، ولكن غادي نصبروا معاه. نجبدو الحرير غادي تشمت شي شويه، من بعد غادي نوريكم كيفاش غادي دير كيفاش غادي تنقطعوا الحرير. غنتحكموا فيه في اول غرزه فغنقدروا نسيطروا عليه. كما كتشوفوها حنا عملنا نص غرزه ولا غرزه حشو، ها هي ملي كنتحكمو فيه مزيان غادي نبداو نخدمو. دابا
دابا غادي نشبرو وغادي نكوزو هنا 24 حتى 27 غرزه تحت غرزه الحشو حشو عفوا اولا نصف غرزه كل واحد باش غادي يفهموا باش تحكموا في هذا الحرير هانتوما كنتمنى تكون واضحة عندكم في التصوير هانتوما كما كتشوف دابا غادي نكوزو كيما قلتلكم 27 غرزة أو نصف غرزة لي غادي نكوزو حنا كنخدمو حنا كنحسبو ولا نوقفو ونحسبو باش نشوفو فين وصلنا من بعد كنبداو نمشيو هاد الخدمة هادي للوسط لأن هي كتحرك معانا بحال دابا غادي ناخدو القياس كنشوفو شكون الجهة اللي زايدة بزاف وكنبداو نجرو هو كيتجر باش يجيو قد بعطيسو يعني باقي خصني نجر دابا نكونو خدينا القياس هو هذاك دابا غادي نحسبو نلفو الخدمه ديالنا كنقلبوها فيكم لا كنخدمو دابا غنبداو واحد جوج ثلاثه نحسبو واحد جوج ثلاثه خليو ثلاثه ديال الغريزات نعملو نص غرزة أولا غرزة حشو واحد جوج ثلاثة ونحسبو واحد جوج ثلاثة نفس العملية واحد جوج ثلاثة دائما كنحسب باش ما كنغلطش بصراحة يعني حنا كنخدمو بيدنا التقليدي وكنخدمو راسنا الجليبات والقنيطرات فلازم زعما بحاجة بسيطة الشوشة نخدموها لراسنا فهي بسيطة بالكروشي واليوم ان شاء الله غتجيكم اسهل مع ام عبد الرحمن ان شاء الله احنا قربنا الاخير قدنا غير وحده غنساليو دابا غادي نطلبو الشوشه ديالنا ونحسبو جوج ديال السلسلة وندخلو هاد السلسلة اللي كنا كنخدموهم وغادي نبداو نعمروهم بالأعمدة أربعة خمسة ستة سبعة أنا كنعمل خطوة خطوة قدامكم باش تعم الفائدة والكل يستافد غنزيدو 8
غنجيو من هنا غنبقاو في هاد السلسله اللي كنا علينا نعملو نفس غرزه سلسله التحرير. عاود نعملو نفس العمليه اللي عملنا هنا بالتمنية ديال الأعمدة. هانتوما يعني حتى كنكمل وكنساليو هاد الشرير فاس كاملين كما قلت لكم بثمانية ديال الأعمدة، يعني سهلة ما غاديش تنساوها. هانتوما ملي ساليت اللخرية فكنحاولو نحكموهم مع بعضيتهم نصيروهم على هاد الشكل هذا هكذا باش يتجمعوا مع بعضيتهم ويعطيو لها هذا الشكل ديال الوريضه هذه، يعني خصنا ضروري نجمعوهم. دابا غادي نجبدوا الحرير، يعني غادي نجبدوا تقريبا نص متر ولا القدر اللي غادي تقدروا تحكموا فيه. هانتوما واخا ما كيبان لكمش مزيان في التصوير باش حيت كنبعد يدي على الكاميرا. كنتحكموا فيها مزيان ملي كنخرجوا الحرير، كنحاولوا نزيروها مزيان. الحاجه اللي كتجي دابا من بعد كما قلت لكم غنحكموهم مع بعضيتهم هاد الوريضات هكذا ونبداو نجمعوا بالحرير على هاد الطريقه هذه. هانتوما كنلفوه مزيان، كل ما لفيناه مزيان وزيرناه من الأحسن. يعني شي حاجة جميلة نخدمو تقليدي بيدنا تجليبات أولا القنيدرات ونخدمو كذلك الشوشة ديالنا. نحكموه مزيان عاود نعاودو قد ما زيرنا قد ما مزيان، ما غادي نخسر والو الا لفيناه وزيرناه باش كنتحكمو في الشوشه. من بعد ملي كنساليو كنقطعو كنحصلو على هذا الشكل هذا الجميل. دابا غادي نبداو نعوضو هذوك الشعيرات ديال الحرير اللي زايدين يتقطعوا. هانتوما بهذه الطريقه هذه نزيد واحد شويه، من بعد كنحصلوا على هذا الشكل الجميل ديال هذه الشوشه هذه الرائعه وسهله ومبسطه. كما كتشوفوا انا عندي شكيلات اخرين موجودين هنايا فكيجيو الوان رائعين رائعين رائعين. فبغيتو تعملوها كتشوفوا هذه عندي كبيره شي شويه دي صغيره، فين كيبقى الاختيار ليكم، بغيتو الشوشه كبيره بغيتو الشوشه صغيره كيبقى كاختيار. كنتمنى تكون فيتكم اليوم بهاد الخدمه ولا بهاد شي حاجه الافاده اللي غنقدروا نصنعوا بها التقليدي ديالنا نضيفوها التقليدي ديالنا للكروشي.
فروعه روعه نخدموا الشوشه بيدنا وسهله في نفس الوقت وبسيطه. كنظن خدمت معكم بطريقه مبسطه جد جدا ويعني بادق التفاصيل باش تفهموها ان شاء الله. فإلى عجبكم الفيديو ما تنسونيش بلي لايك والتعاليق الجميله، وشكرا لجميع الاخوات على التعاليق اللي كتخليو لي، واي حاجه بغيتوها وبغيتو نضيفوها ان شاء الله للقناه فما تنسونيش بالتعاليق وقولوها لي في التعاليق، فاكيد غادي نجاوبكم. الى اللقاء والى الفيديو القادم باذن الله.